فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته المظلومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الآية الشريفة تتكلم عن الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نزلت الآية في خصوص معركة الأحزاب، ولكن نأخذ مورد الإشارة ونحن نعيش بذكرى مولد الصبط الأول سيدنا ومولانا أبو محمد الحسن الزكي، ملتقى الإمامة والنبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب في آية 21: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. زين، احنا نعرف انه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان له الكثير من الأمور التي يمكن لنا أن يكون النبي مقتدانا ويكون لنا أسوة في عبادته، في أخلاقه، في تعاملاته، ولكن فليبين لنا أمير المؤمنين باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كنا بقدر المستوى حتى يكون النبي لنا أسوة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في النهج البلاغة يقول مؤدى كلامه إنه: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. يعني تريد تكون مثل النبي؟ تريد تكون مثل الإمام علي؟ مستحيل. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن الإمام يعطينا المفتاح، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. زين، الإمام يتكلم عن ورع
واجتهاد. الورع وين يجي والاجتهاد وين يجي؟ الورع بورع عن معاصي الله سبحانه وتعالى، عن المعصية. والاجتهاد وين؟ الاجتهاد في العلم والطاعة. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. الإمام أمير المؤمنين في الليلة الواحدة كان يصلي 1000 ركعة. احنا نريد ولا واحد من عندنا يقدر يتحمل يصلي 1000 ركعة. كلش في ليالي القدر نخلي جهدنا يلا نصلي 100 ركعة. إذا بعد كلش بعد هم 100 ركعة ثانية. الإمام أمير المؤمنين 1000 ركعة في ليلة واحدة. زين، شلون لعد النبي وأهل البيت يكونون أسوة حسنة إن في الورع والاجتهاد. الورع عن محارم الله سبحانه وتعالى، عن المعاصي، والاجتهاد في العلم والطاعة. زين، الآية الشريفة تقول في القرآن: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء إلى علاقة بالورع، والمنكر إلى علاقة بالعلم. زين، أنا صلاتي لازم تنهاني عن معاصي الله سبحانه وتعالى، وصلاتي لازم تنهاني عن المنكر. زين، فويل للمصلين. إشارات حتى نوصل إلى مدرسة الإمام الحسن من خلال النبي والإمام أمير المؤمنين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. أنا أصلي ولكن صلاتي ما تنهاني عن الفحشاء والمنكر، يعني أنا ما كنت عون لأمير المؤمنين، أنا ما كنت عون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام يقول: أعينوني بورع واجتهاد. إشلون النبي يمكن يكون إلي أسوة حسنة؟ الآية الشريفة في سورة الأحزاب تتكلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله. إلى ثقة بالله يوم القيامة. أنا ثقتي بالله كبيرة، عندي ثقة بالله إنه يوم القيامة ينجيني. إحنا بالدعاء نقول: يا ربي لا تعاملني بعدلك، عاملني برحمتك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لا يطع الصلاة أو يطع الصلاة. وطاعة الصلاة يعني طاعة أهل البيت، يعني طاعة القرآن، يعني طاعة الله سبحانه وتعالى. وطاعة الصلاة أن ينتهي المصلي عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء يعني الورع عن محارم الله، والمنكر يعني الاجتهاد في العلم والعبادة. هذه الرواية موجودة في بحار الأنوار. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أحب أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل فلينظر هل منعته عن الفحشاء والمنكر. أنا أريد أشوف الله قبل صلاتي لو ما قبل صلاتي. إلا ما يكون عندك علم الغيب، اللي هم بس أهل البيت، النبي وأهل البيت هم يعرفون أنه إذا صلاة المؤمن قبلت لولا. بس إحنا اللي ما عندنا علم الغيب، إحنا اللي يوميا نصلي 5 مرات، اللي يوميا نصوم شهر رمضان المبارك، نريد نشوف الله قبل صلاتنا، الله قبل صيامنا. الإمام الصادق يقول: خلي يشوف هاي صلاته، هذا صومه، دا يمنع من أنه الفحشاء والمنكر لولا. فبقدر ما منعته قبلت منه،
يعني شوف انت ايش قد 10% منعتك من الفحشاء والمنكر، 10% انقبلت من عندك. اذا 100% منعتك عن الفحشاء والمنكر يعني كلها انقبلت، لانه انت وصلت الى مراد الصلاه، الى حقيقه معرفه الصلاه. رواية ثانية: من أراد أن يعلم ما له عند الله، أنا أريد أشوف منزلتي عند الله شنو. من أراد أن يعلم ما له عند الله، وهي منية كل واحد من عندنا، نريد نشوف الله راضي عنا لو ما راضي عنا. من أراد أن يعلم ما له عند الله عز وجل فلينظر ما لله عنده. أنا أريد أشوف الله راضي عني، راضي عن صيامي، راضي عن صلاتي، راضي عن أخلاقي، راضي عن تعاملي بالبيت مع الأهل مع الأصدقاء بالمجتمع، عن خدمتي للدين. يقول الإمام فلينظر ما لله عنده، خلي يشوف الله شنو مكانته عندي. هل أنا أخاف من الله؟ هل أنا في الخفاء وفي العلن أتعامل بنفس المستوى مع الله سبحانه وتعالى؟ لا. زين، هسه نجي للإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وهو سليل النبوة، وهو تعلم وتربى وترعرع في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الحسن أكو مرحلة كلش مهمة في حياة الإمام الحسن، وهي مرحلة صلحة أو الهدنة مع معاوية ابن أبي سفيان عليه لعائن الله. زين، احنا نريد نتعلم من كل مواقف الإمام. الإمام لمن كريم نتعلم من عنده، الإمام لمن يعطف على الصغير نتعلم من عنده، الإمام لمن هو في مصلاه نتعلم من عنده. زين، الإمام وهو يخوض عالم وبحور السياسة، كل واحد من عندنا ممكن أن يتعلم من النبي ومن أهل البيت وبالخصوص من الإمام الحسن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مرات عديدة: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. السلي يسمع اللي ما عنده معرفة بأهل البيت كافية يظن أنه النبي دا يقول الإمام الحسن قعد لو قام من مكانه إمام، أو الإمام الحسين إذا قام من مكانه يعني هو إمام. لا، هذا مو مقصود النبي. الإمام الحسن قعد، قام، مشى، إجا، راح، هو إمام، إمام من قبل ما يولد أصلاً يجي لهالدنيا. الإمام الحسن والإمام الحسين إمامان قاما أو قعدا، يعني إذا الإمام الحسن شفته قعد وسوى صلح مع معاوية هو إمام. لا تجون تقولوا له السلام عليك يا مذل المؤمنين. اجى واحد من أنصار من أصحابه دخل على الإمام وهو في بيته، شلون سلم على الإمام؟ قال السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال ليش؟ شنو اللي أعطاك المعلومة أنه أنا ذليت المؤمنين؟ قال له صلحك، أنه أنت أعطيت القيادة أعطيتها لمعاوية وأنت أحق بها منه، فهذا صار سبب أنه المؤمنين ينذلون. قال له أنا إمام لو مو إمام؟ قال له إيه إمام. قال له أنا مفترض الطاعة لو مو مفترض الطاعة؟ قال له نعم سيدي ومولاي أنت مفترض الطاعة. قال لعد قراراتي كلها قرارات الله سبحانه وتعالى، أنا لمن سويت الهدنة أو المصالحة ويا معاوية أنا كنت أريد أنه أحقن دماء الشيعة. إذا الإمام ما كان مسوي هاي الصلح، الشيعة أتباع مذهب أهل البيت كان راحوا ينفنون معاوية، كان داس الحقد في جيشه انه اي واحد يشوفوه من اتباع امير المؤمنين علي بن ابي طالب وذبحوه قتلوه مسحوا اسمه من الخراج ومن بيت المال. اشرفنا على وقت الصلاة، وان شاء الله نكمل البحث ان شاء الله في اذا الله سبحانه وتعالى طانا وقت. نفس الموقف تعرض النبي صلى الله عليه واله وسلم في صلح الحديبية،
لما المؤمنين والمسلمين جايين متحضرين يردون يروحون وين؟ إلى مكة. عدة وعدد كانوا يقدرون يقفون قدام المشركين، ولكن النبي بحكمته سوى هذا الصلح. ليش؟ لأنه في العام القادم إجوا غصبا ما على المشركين وغصبا ما على الكفار، دخلوا مكة وأخذوا راحتهم بالأعمال. الإمام الحسن سلام الله عليه نتعلم من مدرسته أنه مو دائما إحنا مثل الإمام الحسين شاهرين السيوف بوجه الأعداء، نسب ونلعن ونخبص. إمام الحسن أيضا إمامنا. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه شاف الموقف والمكان ما يصلح أنه يوقف ويقاتل مثل أخو الإمام الحسين لحقن دماء الشيعة. تدري بهاي عملية الإمام الحسن شلون المسلمين وشيعة ومذهب أهل البيت شلون قدروا يستفادوا من هذا الموقف؟ لعشر سنوات من بعد هذا الصلح والهدنة الشيعة والمسلمين من أتباع مدرسة أهل البيت قدروا يوصلون إلى داخل الشام، إلى عقر دار معاوية. كانك واحد يقدر يوصل للشام قبل الهدنة قبل الصلح؟ بس يفتهمون هذا الشيعي من مذهب أهل البيت يوالي علي بن أبي طالب كانوا يقتلوه يذبحوه. معاوية كان ناصب له منابر يلعن ويسب أمير المؤمنين عليها، ولكن الإمام الحسن بهاي العملية خلى الشيعة يوصلون إلى داخل الشام ويوقفون بالشام ويمدحون أمير المؤمنين ويوصلون الفكرة المعلومة إنه يا أهل الشام أنتوا كل هاي الفترة تسبون وتلعنون علي بن أبي طالب ولسبالكم هو ما يصلي وما يصوم ومو رجل للدين، بالعكس هذا معاوية خادعكم. سودة الهمدانية وصلت إلى عد معاوية وقامت تمدح أمير المؤمنين، أخذت بطلبها وأنشدت هذه الأبيات: صلى الإله على روح تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا. معاوية قال لها: المن أنت ويا من تحكين؟ قالت له: أنا أمدح علي بن أبي طالب اللي كان هو العدل. قال لها: ليش؟ قال: يوم من الأيام كان باعث علينا والي من قبل هذا الوالي كان يأخذ حقوقنا، اجيت أنا امرأة في حكومة علي بن أبي طالب وصلت له للمسجد شفته يريد يصلي، اجيت قلت له: يا أمير المؤمنين رعيتك مظلومين. قال لي: شنو خير؟ قال: هذا الوالي اللي داز علينا دا يظلمنا، ما دا يعطي حقوقنا. علي بن أبي طالب نفس الوقت بعد ما مصلي كتب عزل الوالي وطاه للمرأة، قال لي: روحي عزل الوالي، فهذا عدل أمير المؤمنين وهذا صلح الإمام الحسن اللي أدى إلى أنه شيعة أهل البيت يوصلون إلى داخل دار معاوية ويمدحون أمير المؤمنين عند عدو أمير المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا علمه والسؤدد، وأن يكون النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته هم خير سبب لنيل الشفاعة ولدخول الجنة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم، يوم مبارك، يوم مقدس، يوم ميلاد الإمام الحسن، نرفع أيادينا بالدعاء للفرج فإنه فرج لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وإلى أموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، أموات الحاضرين والسامعين وخدمة الحسين، أموات الباذلين للطعام ومؤسسين المجلس، شباب
هيئة الإمام الحسن المجتبى وهذه الحسينية المباركة حسينية البتول فاطمة. اللهم احفظ خدام الزهراء، خدام أهل البيت، وإلى أموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، رحم الله من قرأ وبعث لهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.